بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح، والسن الجداع وشعارات ابناء القبائل في سباقنا المحلي الثامن. وعلى بركه الله ينطلق الشوط السابع الخاص للبكار من مسافه 6 كيلومترات نسير. مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس، نبدأ بعد المراكز والبداية. ننطلق مع أول الأسماء وأول الشعارات، حشمة بشعار ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي، يتقدم مع حشمة مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز القادمة والمنطلقة مع ثاني المراكز، وصلت القادمة قند محمد بن محسن بن انديلة، يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصلت القادمة والمنطلقة مع ثالث الأسماء، ثروة قادمة بشعار عبد الهادي بن سيف بن فهد الخيارين، يتقدم مع ثروة مع رابع المراكز أو مع ثالث المراكز. رابع المراكز وصلت السيلية بشعار يهجن السيلية، تتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء الظبي عتيق بن فران بن عتيق آل بريد المري، يتقدم مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة والمنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. ونعود مع الصدارة، نعود مع البداية. أول الأسماء حشمة، حشمة بشعار ناصر بن عمير الرمزاني النعيمي، يتقدم مع حشمة مع أول الأسماء وأول الانطلاقات. ثاني المراكز ثاني الشعارات، وصلت قند محمد بن محسن بن انديلة، يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصول وقدوم من ثروة مع ثالث الأسماء عبد الهادي بن سيف بن فهد الخيارين، يتقدم مع ثالث المراكز وثالث الانطلاقات. رابع المراكز وصلت القادمة السيلية بشعار هجن السيلية، تتقدم مع رابع المراكز شعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة، يتقدم مع السيلية مع رابع المراكز ورابع الانطلاقات. خامس المراكز وصلت القادمة هوايل، هوايل قادمة مع خامس المراكز محمد بن مبارك بن راشد المري، يتقدم شعار بن جبران مع خامس المراكز، ويقدم لنا هوايل مع خامس الانطلاقات شعار البطل ينطلق. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة. هناك أسماء رنانة وأسماء وشعارات منطلقة خلف دائرة النداء والإذاعة، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ونعود مع الصدارة، نعود مع البداية. منتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي، ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة. والبداية مع حشمة ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي، يتقدم مع البداية من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات، وحشمة على الانطلاق الأول. ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي ينطلق مع البداية. ثاني الأسماء قند، غند مع ثاني المراكز بشعار محمد بن محسن بن انديلة، يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز السيلية تنطلق مع ثالث المراكز بشعار هجن السيلية، تنطلق مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابع المراكز وصل شعار الخيارين مع ثروة عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين، يقدم لنا ثروة
من تحتل رابع المراكز ورابع الانطلاقات، خامس الاسماء وصلت هوايل، هوايل محمد بن مبارك بن راشد المري يتقدم مع هوايل مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات، شعار بن جبران شعار البطل يتقدم مع خامس الاسماء وخامس الانطلاقات، ولكن ارى الاسماء وشعارات التي خلف دائرة النداء والاذاعة اراها قادمة من اجل الفوز، من اجل الانتصار، من اجل ان تسجل نقطة في هذا الصباح على ارضية ميدان التحدي، ميدان الشحنية. 2 كيلو مترات مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ما تفصلنا عن الفوز وعن الانتصار والبداية والانطلاق الاول، حشمة 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 تندفع بهذا الانطلاق المميز من بداية الانطلاق وهي على الصدارة مسيطرة تمام السيطرة، حشمة بشعر ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي يتقدم مع حشمة، ثاني الاسماء وصلت قند محمد بن محسن بن ديلة يقدم لنا قند مع ثاني المراكز وثاني الانطلاقات، ثالث الاسماء وصلت ثروة، ثروة مع ثالث المراكز، ثروة بشعار الخيارين عبد الهادي بن سيف بن فهد السيف، الخيارين يقدم لنا ثروة مع ثالث المراكز، رابع الاسماء وصلت القادمة والمنطلقة السيلية بشعار هجن السيلية مع رابع المراكز، خامس الاسماء وصلت هنا هوايل، بدأت تغير من مركز الى مركز، هوايل هوايل بشعار محمد بن مبارك بن راشد المري، شعار بن جبران ينطلق مع هوايل مع خامس المراكز، ولكن البداية والصدارة حشمة، حشمة على الانطلاق الاول، الكيلومتر الاخير، الكيلو الخطير مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نستفتح ابواب الكيلو متر الاخير والخطير، حشمة على الصدارة، حشمة على البداية، ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي يتقدم، النعيمي مع البداية مع حشمة، ثاني الاسماء ثروة مع ثاني المراكز بشعار عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين، ثالث المراكز تحركت هوايل مع ثالث الاسماء بشعار بن جبران، وهنا محمد بن مبارك بن راشد المري مع ثاني الاسماء، رابع المراكز وصلت السيلية بشعار هجن السيلية، خامس المراكز وصلت شواهين سعيد بن راشد الزعبي، ولكن حشمة، حشمة مع الانطلاق الاول، حشمة مع الفوز، حشمة حشمة حشمة، ناصر بن عبيد بن ناصر الرمزاني النعيمي، بن جبران يحاول اللحظات الاخيرة مع هوايل وايضا الخيارين مع ثروة، ولكن حشمة، حشمة هوايل ثروة، الله الله، حشمة حشمة حشمة، ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي، بن جبران يحاول اللحظات الاخيرة مع هنا هوايل، ولكن حشمة، حشمة قامت راس وانهت الشوط راس، تهانينا والناموس لمالك حشمة ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي، تهانينا والناموس، ثاني الاسماء وصلت هوايل محمد بن مبارك بن راشد المري، ثالث المراكز، ثالث المراكز ثروة عبد الهادي بن سيف بن فهد السيف الخيارين، ورابع المراكز غند محمد بن محسن بن ديلة، وخامس المراكز كانت السيلية بشعار هجن السيلية، مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس لمالك حشمة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، التوقيت الزمني 9:24:52، تهانينا والناموس لمالك حشمة، ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيمي، ثاني الأسماء وصلت هوايل، والتوقيت الزمني 9:24:72، تهنى موسلم محمد بن مبارك بن راشد المري، ثالث المراكز كانت ثروة، والتوقيت الزمني 9:25:14، تهنى موسلم عبد الهادي بن سيف بن فهد السيف الخيرين، فتهانينا والناموس للجميع.